انبسطنا بهالحفلة وانبسطنا بهالالوان ولعبونا ولعبنا وفرحنا وكيفنا ولعبونا بالالوان ووزعوا لنا هدايا الله يعطيهم العافيه. انا شيماء من دريا، عشنا 5 سنين بالحصار وهلا عم يعملوا لنا حفلات ويفرحونا. المهرجان مخصص لناسحين مدينة دارية وأهلنا اللي إجوا مدينة دارية. بنحاول قدر المستطاع نطالعهم من الجو اللي عايشين فيه، جو الحرب، جو الدمار، بالذات هالأطفال بظل خمس سنين من الحرب والدمار والضرب. الطفل فيها ما شاف شيء أبدا غير الحرب وصوت الرصاص وضربة الطيارة والبراميل المتفجرة اللي كل يوم قاعد تنهال عليهم بالمئات.